قليل من الحب، كثير من الأطماع والدسائس، كلمات تعبر عن طبيعة الحياة داخل القصور. فعلى الرغم من عظم بنيانها وزخرفتها وجمالها الذي يخطف الألباب، إلا أنه مع ذلك القدر ترتفع أيضا المطامع في كرسي الحكم حتى من سيدات القصر وزوجات الملك. ووصل الأمر للتآمر على إنهاء حياته. ماذا حدث للفرعون رمسيس الثالث مع خطة الحريم؟ وما هي قصتها؟ خطة الحريم قصة خلدتها النصوص الفرعونية لتحكي عن مخطط للغدر متكامل الأطراف نظمته زوجة الملك، حيث كان الفرعون رمسيس الثالث يعيش مع أفراد عائلته والمقربين من حاشيته في القصر الملكي. وكما هي حياة القصور المليئة بالغيرة والطموحات والمخططات، إلا أن أهمها الأطماع في العرش بين الزوجات أمهات أولياء العهود الشرعيين والزوجات الثانويات وأبنائهن الراغبين في حكم مصر بعد رحيل الأب. ووصل التأمر إلى إنهاء حياة الملك نفسه. ولكل قضية جاني ومجني عليه، وفي قصتنا الزوجة تي هي جاني، حيث قامت بمخطط ضد حياة الفرعون، وكانت هذه المرة من المرات القليلة التي تحدثنا عنها النصوص الفرعونية عن شيء كهذا في بردية تورين القضائية، وتعرف الواقعة باسم خطة الحريم. وأوضحت البردية تفاصيل المخطط والمشاركين فيه من حريم القصر الملكي وبعض سقاط البلاط وحرسه وخدمه، ولم يعرف هدف هؤلاء المتآمرين. ولعل السبب الأساس للموضوع أن الملكة هتي كانت بالتعاون مع بعض نساء القصر وخططت لإنهاء حياة الملك كي تضع ولدها بنتاروت على العرش بدلا من ولي العهد الشرعي الملك رمسيس الرابع. ونجح المخطط الذي دبرته الزوجة لإنهاء حياة الملك رمسيس الثالث بالفعل، ولكن انكشفت الخطة وحقق فيها بأمر من الفرعون التالي الملك رمسيس الرابع. وحكمت المحكمة على المتهمين بأحكام متفاوتة، فحصل الكل على جزائه كل وفقا لدوره وجريمته في تلك الخطة. ومن المعروف أن هناك مومياء لرجل غير معروف في المتحف المصري، وتعرف علميا بمومياء الرجل غير المعروف إيه، ويشيع تعريفها بالمومياء الصارخة أو مومياء الرجل الصارخ. وتقول التقارير أنها لابن الملك بنتاروت الذي شارك مع والدته في الخطة. والملك رمسيس الثالث كان ثاني ملوك الأسرة العشرين في مصر القديمة، وينظر إليه باعتباره آخر ملك عظيم في المملكة الحديثة، كما وصف بأنه الفرعون المحارب بسبب استراتيجية العسكرية القوية، حيث تمكن من هزم الغزاة المعروفين باسم شعوب البحر الذين تسببوا في تدمير الحضارات والإمبراطوريات الأخرى، وكان قادرا على إنقاذ مصر من الانهيار في الوقت الذي سقطت فيه العديد من الإمبراطوريات المجاورة. نجح مخطط إنهاء حياة الملك، ولكن فشلت أهداف الخطة بدليل تولي خليفته الطبيعي وولي العهد رمسيس الملك رمسيس الرابع لاحقا عرش البلاد بدلا من أخيه بنتاروت المتآمر، في حين لم تذكر البردية مصير الملكة تي. وإن كان ذكر التاريخ لقصة هذه الملكة الخائنة ومؤامرتها لقتل زوجها فاضحا للغاية وكاشفا لسيرتها غير المشرفة، والتي استسلمت فيها للغيرة بين نساء القصر الملكي والصراع على العرش.